ملخص دور المجموعات دوري ابطال افريقيا، هنتكلم النهارده عن مين اقوى خط هجوم ومين اقوى خط دفاع، وهنسلط الضوء بشكل عام كده على مشوار الفرق العربيه في دور المجموعات. قبل ما نتكلم في اي حاجه هقول لك انزل اعمل سبسكرايب ولايك وشير، واهم حاجه يا رجاله اللايك الجميل، ويلا بينا نخش على المفيد. سير صبحي، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج السير صبحي. هنبدا بالمجموعه الاولى اللي حسمها مازيمبي بكل سهوله برصيد 14 نقطه، حسمهم من 4 انتصارات وتعادلين. وعلى الرغم من تصدر مازيمبي لمجموعته الا انه ليس بالفريق المرعب خارج الديار. ويعتبر مازيمبي اقوى خط هجوم في دور المجموعات بتسجيله 11 هدف بقياده المرعب جاكسون موليكا هداف البطوله حتى الان برصيد 7 اهداف. ولكن برغم قوه مازيمبي الهجوميه الا ان خط دفاعه متواضع جدا، استقبل 4 اهداف في مجموعه سهله نسبيا. والزمالك يعتبر هو الفريق الوحيد في المجموعه دي اللي ما سجلش اهداف في مازيمبي. وبالكلام عن الزمالك، الزمالك اللي استطاع الصعود كتاني مجموعه برصيد 9 نقط من انتصارين و3 تعادل وهزيمه واحدة. واستطاع الزمالك تسجيل 5 اهداف واستقبل 4. واللي سهل مهمة الزمالك في الصعود هو تعادل زيسكو ذهابا وايابا مع بريميور. ونقفل بقى صفحة المجموعة الاولى ونروح للمجموعة التانية، المجموعة اللي بتعتبر مجموعة الموت اللي حسمت بطاقتي التأهل فيها في الجولة الاخيرة. تصدر النجم الساحلي المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين. وتأهل الاهلي تاني المجموعة برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، سجل 7 اهداف واستقبل 4. وظهر الاهلي بمستوى اقل من المتوقع بسبب كثرة الاصابات اللي كانت بتضرب الفريق، اهمهم كان رمضان صبحي وحمدي فتحي. وبسبب نتيجة ماتش الهلال والنجم ذهابا وايابا ظهرت المجموعة بمنافسة شرسة جدا ما بين الثلاثي العربي. ونقفل صفحة المجموعة التانية ونروح للمجموعة التالتة اللي تعتبر نسخة بالكربون من مجموعة الزمالك، تأهل صن داونز والوداد بكل سهولة. حسم صن داونز الصدارة برصيد 14 نقطة و4 انتصارات وتعادلين بدون ولا هزيمة، سجل 9 اهداف واستقبل 3. وصن داونز اللي من وجهة نظر كتير من المحللين بيعتبر اقوى فرق البطولة. وفي حسابات نفس المجموعة تأهل الوداد تاني برصيد 9 نقط من انتصارين و3 تعادلات وهزيمة واحدة، سجل الوداد 10 اهداف واستقبل 6. وعلى الرغم من قوة الوداد هجوميا لكنه يعتبر اضعف الفرق المتأهلة دفاعيا. ونفس اللي حصل مع الزمالك حصل مع الوداد، تعادل اتحاد العاصمة مع بترو اتلتيكو ذهابا وايابا سهل من مهمة الوداد. ونقفل صفحة المجموعة الثالثة ونروح للمجموعة الرابعة، المجموعة اللي على الورق صعبة جدا لكن المستطيل الأخضر كان له رأي آخر. تصدر الترجي المجموعة ب 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، والترجي أفضل فرق المجموعة خارج الديار، استطاع الفوز في مباراتين، سجل 7 أهداف واستقبل 3. وبالرغم من بلوغ الرجاء للنقطة 11 إلا أنه أتى ثاني مجموعة خلف الترجي نتيجة للمواجهات المباشرة. فاز في 3 مباريات وتعادل في 2 وهزيمة واحدة، سجل 6 أهداف واستقبل 4. وبكده نكون لخصنا دور المجموعات سريعا سريعا ونمر على أبرز الأرقام. أقوى خط هجوم كان فريق مازيمبي برصيد 11 هدف، وأضعف خط هجوم في البطولة من دور المجموعات حتى الآن هو الزمالك بتسجيله 5 أهداف. وبالنسبة لأقوى خط دفاع كان فيه 3 فرق، النجم والترجي وصن داونز باستقبالهم 3 أهداف فقط. وأضعف خط دفاع كان الوداد باستقباله 6 أهداف. واقوى فريق على ارضه كان الاهلي ومازيمبي وصن داونز ب3 انتصارات، واقوى فريق خارج ارضه كان الترجي ب2. وهداف البطوله جاكسون موليكا برصيد 7 اهداف، وافضل صانع اهداف في البطوله كان حسين الشحات برصيد 6 تمريرات. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده وملخص دور المجموعات دوري ابطال افريقيا. هستنى رايك وتعليقك عن مواجهات دور ربع النهائي، الاهلي صن داونز الرجاء ومازيمبي والوداد والنجم والزمالك والترجي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، لو انت لسه مكمل معايا انزل اعمل سبسكرايب واللايك والشير، واهم حاجه اللايك الجميل، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.